رسول الله صلى الله عليه وآله قتل؟ نعم قتل بلا شك، دس له السم من قبل تلكم المرأتين الكافرتين استشهد بلا شك قتل رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن يقول أفإن مات أو قتل. الله عز وجل يوجد في كلامه ترديد، الترديد نابع عن الجهل، الإنسان لا يعلم شيئا يقول هكذا أو هكذا، يعني ماذا أفإن مات أو قتل؟ الله عز وجل لا يعلم أن رسول الله يموت أو يقتل. إذا جاءت هذه الأداة في الآيات القرآنية تعني الإضراب، يعني بمعنى بل الإنسان أحيانا يذكر شيئا ثم يذكر مستوى أعلى من ذلك المستوى، شيء طبيعي. الله سبحانه وتعالى يقول وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. كانوا 100,000 قوم يونس، كانوا 100,000 أو يزيدون أو أكثر، كانوا أكثر. تتمكن أن تقول هنا أو للترديد؟ الله لا يعلم والعياذ بالله أنهم كانوا 100,000 أو يزيدون، الله يعلم أنهم أكثر من 100,000.